السيدة والسادة، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حوار اليوم. تدرك الدولة المصرية أن تطوير التعليم أصبح ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة. وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن بناء الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة، ويجب أن يتم بناؤه على أساس شامل ومتكامل بدنيا وعقليا وثقافيا. وبدأت الدولة تطوير التعليم باعتباره يمثل الجناح الثاني لمنظومة بناء الإنسان المصري التي تقوم على النهوض بمنظومتي التعليم والصحة، لما يمثلانه من أهمية بالغة في بقاء المجتمع المصري قويا متماسكا. وقد تواكب إعلان الرئيس مع فلسفة نظام التعليم الجديد الذي أقرته وزارة التربية والتعليم، وهي الفلسفة التي تقوم على التعامل مع العملية التعليمية كمنظومة شاملة ومتكاملة في جوانبها العلمية والتربوية والثقافية والرياضية، والوصول إلى مرحلة الفهم والابتكار وتنمية الملكات الإبداعية. حول توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تطبيق مشروع التحديث الشامل لنظام التعليم الجديد، يدور حوارنا اليوم مع ضيفنا الكريم والعزيز في الاستوديو الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس. أهلا بحضرتك. أهلا يا فندم. أهلا وسهلا أستاذ حضرتك ومشاهدينا. نبدأ بهذا التقرير ثم الحوار مباشرة. لازم نجهز أبنائنا وبناتنا لسوق العمل ومطالب العمل القادمة. أفق تعليمي يحقق الاستغلال المثالي للمشروعات القومية بطول مصر وعرضها. في إطار التحديث الشامل لنظام التعليم الأساسي في مصر، عرض دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خطط الوزارة للتحديث الشامل للتعليم على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعناصره المختلفة، خاصة التحول الرقمي والشق التربوي في نظام التعليم المصري الجديد، إلى جانب ما يتضمنه من نظام الامتحانات الجديدة والتصحيح الإلكتروني وتطوير نظام الثانوية العامة، وذلك في الإطار الشامل للمشروعات الحالية قيد التنفيذ بالوزارة خلال العام الدراسي 2020-2021. كما عرض وزير التربية والتعليم استراتيجية الوزارة تجاه دعم قدرات المعلمين وتأهيلهم على نظام التعليم الجديد الذي يعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة، وذلك من منصة التدريب والتعليم. كما عرض وزير التربية والتعليم استراتيجية الوزارة تجاه دعم قدرات المعلمين وتأهيلهم على نظام التعليم الجديد الذي يعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة، وذلك من منصة التدريب والتعليم. وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بالإسراع في تطبيق مشروع التحديث الشامل لنظام التعليم الجديد في مصر، مع التركيز على البعد التربوي والتأهيل البدني والصحي للطلاب. كما وجه الرئيس بتطوير منظومة امتحانات أبنائنا في الخارج على نحو يحقق الكفاءة ويتسق مع الوسائل الحديثة في إجراء الامتحانات، للتيسير على أبناء الجاليات المصرية في الخارج في أداء تلك الامتحانات من خلال التوسع في الميكنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة. ويتضمن مشروع التحديث الشامل للتعليم برنامج التأهيل التربوي بشكل عام، ويهدف إلى الإعداد التربوي للمعلمين والعاملين بوزارة التربية والتعليم غير الحاصلين على مؤهلات تربوية بمراحل التعليم المختلفة. ويتضمن الأهداف الفرعية للبرنامج تطوير مستوى كوادر الدارسين والعاملين بوزارة التربية والتعليم تربويا لتطوير وتحسين كفاءتهم المهنية، كذلك تنمية مهارات التعامل الفعال مع الدارسين وتحسين علاقاته وتعاملاته مع إدارة المدرسة والمجتمع المحلي، وإكساب الدارس المعارف النظرية والتطبيقية الخاصة بمجال التخطيط الاستراتيجي في المجال التعليمي، وأيضا إتقان الدارس المعارف النظرية والتطبيقية في علوم المناهج وطرق التدريس ووسائل تكنولوجيا التعليم، كذلك تطوير استخدام الدارس لأساليب التقويم المناسبة واستخدام وسائل وتكنولوجيا التعلم في التدريس وتدريبهم على كيفية توظيف مصادر البيئة المحلية
في إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية وإكساب الدارس القدرة على التدريس كمهنة لها رسالة، والتحلي بقيمها وأخلاقياتها، والإيمان بدور المعلم الجوهري في إصلاح وتطوير التعليم. أكرر الترحيب بالضيف الكريم والعزيز الأستاذ الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس. مرة تانية أهلا بحضرتك، نورتنا. شكرا. ويعني مشروع كبير وجه به السيد رئيس الجمهورية بتحديث شامل وكامل لنظام التعليم في مصر. أولا، هذا المشروع هل هو وليد اللحظة ووليد الفكرة الآنية، ولا المشروع ده يعني وليد دراسات طويلة جدا جدا لأجيال متواصلة إلى أن وصلنا إلى ما نحن فيه الآن؟ شو أنا أقول لحضرتك، إحنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي 4 سنوات أولى كان منشغل ببناء العمران، الكباري والطرق والمدن الجديدة والمصانع والشركات واستصلاح الأراضي والثروة السمكية. بدأ من 2 فقط بالاهتمام بالإنسان، بناء انسان جديد لمجتمع جديد زي ما سألتك قلت، انسان من جانب التعليم وجانب الصحه. كون رئيس، اول رئيس جمهوريه يرصد 2 مليار و216 مليون دولار للتعليم، لم يحدث في تاريخ مصر ان رئيس دوله رصد هذا المبلغ لتعليم. احنا كان تعليمنا بينحصر في مثلث التخلف، القاء من المعلم، حفظ من المتعلم، استرجاع في الامتحان. اوائل الثانويه العامه دول بيسترجعوا بيكرروا المعلومات بين 99.9%. ده تفوق وهمي، تفوق وهمي، بدليل ان بيسقطوا طب واعدادي طب واعدادي صيدله واعدادي هندسه. ده يشيك بلا رصيد، ملوش رصيد، لان هو حفظ مجموعه من المعلومات حطها في ورقه الامتحان. التابلت البوكلت بتاع السنه دي هو بتاع السنه اللي فاتت، السنه اللي قبلها، السنه اللي قبلها. هو حفظ واستظهار، ولذلك دروس خصوصيه، كتب خارجيه. الدوله بتصرف، ما بتصرفش الدوله، كانت بتصرف 86 مليون جنيه، مليار جنيه مصري على التعليم، وصل 99 مليار جنيه ما لهمش اي معنى. لكن احنا دلوقتي في ثوره في التعليم المصري وثروه في الانسان المصري. عندنا كي جي 1 وكي جي 2 عندنا اصبحوا جزء من السلم التعليمي. عندنا التعليم الياباني والتعليم المدمج اللي هم اصحاب الحاجات الخاصه. عندنا تعليم المتفوقين، عندنا التعليم اللي هو المدارس الدوليه، عندنا المدارس التكنولوجيه اللي رجال الاعمال افتتحوها وبيدربوا الاولاد في المصانع. عندنا التعليم الفني حصل له نوع من الازدهار. لو وصلنا للجامعه هنلاقي 27 جامعه الآن موجودة عندنا في المحافظات. عندنا تعليم حكومي، تعليم أهلي لأول مرة، 4 جامعات، جامعة في الملك سلمان في العالمين سينا والجلالة في السويس، والعالمين جديدة ومنصورة جديدة، فيهم 52 كلية، في مئات من البرامج التعليمية، لأن الرئيس قال لابد أن التعليم المصري يوضع في إطار المنافسة العالمية. يعني معنى ذلك أن نجيب برامج جديدة ونعمل جامعات، في 3 جامعات تكنولوجية لأولاد السنة دي في عصر ذهبي. عندهم 4 جامعات أهلية، 3 جامعات تكنولوجية، عندهم 10 جامعات صدر بها قرار من أمس من سيد الرئيس لجامعات أهلية ملحقة بالجامعات الحكومية، بالإضافة للجامعات الدولية والجامعات الأجنبية. كل هذا الزخم اللي بنعيشه، لو سيادتك شفت التعليم الياباني في مصر، في ربوع مصر، في الفلاحين وفي القرى، والآباء والأمهات سعداء وهم بيلحقوا أولادهم بهذه المدارس اللي قايمة على الأنشطة وقايمة على القيم الأخلاقية وقايمة على الانفتاح، اليوم المفتوح واللقاء مع المجتمع، مدرسة بلا أسوار، كل دي زخم. أما نشوف أولى وتانية ثانوي نلغي منهم الكتاب المدرسي ونعمل التابلت ونعمل بنك المعرفة. هنا وقفة. الدول الأوروبية وفي أمريكا، يعني الناس دي سبقتنا بكتير جدا، لكن ما زال الكتاب يحتل مكانا مهما جدا، مش هقول لك في التعليم بس، حتى في حياة المواطن الأوروبي
اللي ممكن تشوفه حضرتك راكب مترو باريس ومسكين الكتب، احنا بدل ما احنا بنبقى قاعدين نرغي ونتفرج على بعض في المترو، لا ده ماسك الكتاب وقاعد يقرا. الا تخشى على الكتاب ووجوده في حياه الانسان المصري باستخدام هذه التكنولوجيات الحديثة المهمة اللي احنا مش بننكر اهميتها؟ انا مع سيادتك ان التكنولوجيا الحديثة ملغتش الكتاب، لكن هي لو احنا بصينا هتهمشه. انا اقول لحضرتك، ما ممكن انت ملغتنيش بس همشتني من خلال دراساتنا في التربية وانا مؤلف الكتب المدرسية من 1980 حتى الان. نعم. الكتاب المدرسي في رأي واحد، فكر واحد، 150 صفحة كتاب، ما ينزلش عن كده. الكتب الخارجية بتاخد الكتاب ده تسطو عليه وما تديش حق الانتفاع بيه، وتبتدي تشرح وتفسر وتعلم نفس الكلام لأولاد يحفظوا. احنا عايزين اما نقول بنك المعرفة باعتباره مكتبة، اكبر مكتبة الكترونية في الشرق الاوسط، والمصريين فقط اللي هم بيتعاملوا معاه وغير المصريين لا، ده بيشوف اكثر من رأي، اكثر من فكر، في بيجد فيديوهات، بيجد اراء متعدده، بيجد المساله الواحده ليها اكثر من راي، المساله الواحده او القضيه الواحده في اكثر من زاويه رؤيه فيها. ده التعدديه والتنوع، ده مصدر ثراء بالنسبه للمتعلم. المتعلمين بره هو نفس الكلام ده اللي بنقدمه في كوريا الجنوبيه، في سنغافوره، في اليابان، في انجلترا، في الدول المتقدمه التعليم الجديد ده. لكن عاده القراءه اللي هم اكتسبوها وان هم بيقروا في قلب قصه او كتاب صغير وراكب المترو رايح شغله او رايح مشوار او حاجه، دي عاده القراءه. في القراءه الانترنتيه والقراءة الكمبيوترية وفي القراءة الورقية. القراءة الورقية ما تدينيش الزخم والتعدد والتنوعية والتنوع اللي موجود في القراءة الانترنتية، اللي بدليل احنا برامجنا في الجامعات اتحولت من برامج كتب ومذكرات الولاد بيقروا فيها الى برامج الكترونية. الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي قبل ما اول ما جه من سنتين تقريبا ابتدى يثور التعليم ويلغي هذه المذكرات ونعمل برامج انت كمبيوتريه بتعليم كمبيوتري، تعليم انترنتي بدل التعليم الورقي ده. وفي زخم بدليل ان في اثناء ازمه كورونا دي الاولاد ابتدوا يطلعوا ويتشاتوا مع بعضهم، واصبح يا سيادتك لما تبص للموبايل التطبيقات الموبايل المتعددة بتخليك تنفتح على العالم كله. الكتاب بيخليك محصور بين صفحة مكتوبة ما بتتغيرش، لكن الانترنت بيتغير الصفحة، المعلومات بتتجدد، بتتصل بمعلومات جديدة حديثة، أحداث جارية، بتعيش حياتك. فهنا عادة القراءة مش مرتبطة بالكتاب المدرسي. ده الكتاب المدرسي احنا فقدنا الأولاد حب القراءة في سبيل تعليمهم القراءة. كويس، جميل، في سبيل تعليمهم ايه؟ القراءة. جميل. الابتدائي. طب ما حد حضرتك أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس. نعم. ولك باع طويل في هذا الموضوع. 50 سنة. ربنا يديك الصحة وطول العمر. الله يخليك. معلش، لماذا فشل الكتاب المدرسي واعتمد الطالب على الكتب الخارجية في كل المراحل الدراسية حتى الثانوية العامة؟ وبعدين ده مش سنة ولا اتنين، ده عمر طويل جدا جدا، وليه ما حاولتوش تعالجوا أوجه القصور اللي موجودة في الكتاب المدرسي؟ شو حضرتك؟ احنا امتحان بصراحة التقويم مدخل لتطوير التعليم. التقويم مدخل لتطوير التعليم. انا بجيب الامتحان عبارة عن معلومات موجودة في صفحة الكتاب المدرسي. المعلم الخصوصي بيشرحها له ويقولها له ويكررها له وحفظها له. الكتاب الخارجي بيقولها له ويكررها له وحفظها له. فاصبح الامتحان هنا هو عبارة عن آلية عبارة عن إيه؟ لا يفكر. إنسان مبرمج لا يفكر، لا يبدي رأيه، لا يفسر. مطلوب منه ما يفسرش وما يعللش وما ينقدش وما يتزوقش. لحتى صور الجمالية في اللغة العربية في التزوق وفي البلاغة بيحفظ الجزء ده في وحسن بديعي، ده في استعارة مكنية، ده في كناية، ده علاقته بالمعنى إيه؟ على فكرة الطلبة بأمانة في معظمهم، مش هقول كلهم، التعميم خطأ، بيكرهوا اللغة العربية. المشكلة فين؟ المشكلة في ان احنا قدمنا لهم اسوأ
ما موجود هو في اللغة العربية ان احنا حفظناهم ما علمناهمش ان اللغة قراءة واطلاع ونقد وابداع رأي وتفاعل، ان هم يختاروا ايه ميولهم القرائية المناسبة في كل مرحلة عمرية معينة، ان احنا نفتحهم على العالم الخارجي وعلى الدنيا الجديدة، ان اصبح دلوقتي الطالب بيعتبر ان الكتاب هو غاية المراد من رب العباد. اولياء الامور عمرهم ما قالوا ولادنا بياخدوا ايه في الفيزياء ولا في الكيمياء ولا في الانجليزي ولا في الفرنساوي، يقول لك احنا ولادنا امتحان صعب امتحان سهل، عاوزين رخصة انهم يطلعوا رخصة، يعني عبارة عن صك الغفران اللي يدخلهم الجامعة، يطلعوا من الجامعة لا علاقة لهم بسوق العمل. البرامج الجديدة في الجامعات الأهلية 52 كلية فيها مئات البرامج اللي مرتبطة بالعالم كله الخارجي، دي بتصل الإنسان المصري بالعالمية، بتجعله مؤهل للتعامل مع سوق العمل المتغيرة باستمرار، لأنه بأهله في الجامعة لسوق العمل. ده الفكر الجديد اللي الرئيس دعا إليه، الفكر الجديد اللي الدكتور خالد عبد الغفار في الجامعة طبقه واللي طبقه الدكتور طارق شوقي. وأنا بقول بأمانة وأمام الله إن أفضل اتنين وزراء متنورين بيطبقوا فكر مستقبلي 2030 هو الدكتور طارق شوقي والدكتور خالد عبد الغفار. ما قبل ذلك كان الوزير بيعمل ايه؟ بيغير الكتاب المدرسي عشان يتغير، وبيعمل تدريب المعلمين، تدريب لا قيمة له وتدريب روتيني، وكتاب مدرسي هو بيغيروه، يعني بيعيدوا طباعته في اوراق جديدة. فاحنا دلوقتي في عصر الكمبيوتر، عصر الانترنت، عصر الرقمي، عصر الانفتاح. هل اعددتم المعلم الاعداد السليم؟ يعني لينا تجربة في التاريخ كلنا درسناها وامتحنا فيها وحفظناها، تجربة محمد علي لما جه يعمل نظام تعليمي في مصر، ارسل المصريين والبعثات يدرسوا، والناس جم عملوا نظام تعليمي ولا اروع، وعلم المصريين وطلع منهم عباقرة نفخر بهم وما زلنا نتغنى بهم حتى الان. هل انت بقى اعددت المدرس المصري اللي هو هيدرس، اعددته انه ازاي يتعامل مع الانظمة الجديدة، ازاي يوصل المعلومة، ازاي يدرب الطالب على البحث بدل ما هو كان واخد على التلقين؟ تمام. هو السيد الرئيس عين ونائب وزير للتعليم للمعلمين الدكتور رضا حجازي، استاذ اكاديمي ووكيل وزراء ونائب وزير الان للمعلمين. تم تدريب المعلمين على التابلت، تم تدريب المعلمين على التعامل مع بنك المعرفة، تم تدريب المعلمين انواع كثيرة من التدريب المتواصل، لانه على كده انت عندك مليون ونصف مليون معلم، ما تقدرش تدرب مليون ونصف مليون مرة واحدة. تم تدريب معلمي رياضة الاطفال على التوكاتو والانشطة الكمبيوترية والانشطة الاجتماعية والانشطة الصحية اللي موجودة في المدارس اليابانية. التدريب موجود، لان التدريب مرتبط بالتقدم للمعلم، لان المعلمين اللي هم اصحاب المغارم للمغارم، المعلمين دول لابد ان من نوع من الاهتمام بيهم، ليس اهتمام مادي فقط ولكن اهتمام مهني، ان انا انميه مهنيا، انميه اطوره. فانا عاوز سيادتك تطمئن والساده المشاهدين الى ان في تطوير، في تدريب للمعلمين، في بناء مدارس وجامعات، في برامج جديده، في مناهج جديده، في منظومه زي ما سيادتك قلت، منظومه جديده، مش فقط ان انا بفتح جامعة، ده بفتح جامعة جديدة اهلية بعد يجيب لها برامج متقدمة مستوردة من الخارج، بل ان بعض الاساتذة سيتم وفدهم من الخارج للقيام بهذا العمل داخل مصر. انا مطمئن لابني وبنتي بيتعلموا في، يعني انا ما شفت، اما كنا في الابتدائي زمان في اوائل الخمسينات سنة 50 كنا بناخد كتاب كبير كده زي ورق اللحمة. انا اقول لك كنت في اول درس كده، عيش يا ابا الفاروقي والبس من نسيج الحمد بردة، وقعد لنا عاد المعز الفاطمي فانت اهدى. تاني درس الاسد، وجايبين اسد كده
أبيض وأسود. أنا الأسد العظيم وملك الحيوان، زئيري مخيف مرعب، يثير الرعب في قلب من يسمع. التعليم ده كان بيطلع ناس كويسة. لا مش كويسة، ناس بتعرف حضرتك كويس. لا بحفظ بس بستظهر، لكن جايز أنا إجرائي للبحوث والدراسات وانشغالي بالجامعة وتطوير التعليم ومسيرة تطوير التعليم منذ القديم والسيدة الفاضلة سوزان مبارك ومهرجان القراءة الجميلة يعني كنت عضو فيه، كل ده خلاني الاحتكاك بيؤدي والسفريات في انجلترا وفي المانيا وغيرها خلاني ابتديت بقيت انسان جديد. لكن هي القضية اللي احنا يعني اقولها بكل فخر وكل اعتزاز ان السيد رئيس الجمهورية الاستاذ عبد الفتاح السيسي استطاع ان يبني انسان جديد لمجتمع جديد. رصد سيادتك مش مدرك 2 مليار دولار و216 مليون دولار للتعليم. سيادتك مدرك اما يقعد يفتح 10 جامعات امبارح، 10 جامعات اهليه واللي هي غير قابله للربح، واللي هي اما بياخدوا 200 الف جنيه في التعليم الطبي في الجامعات الخاصه، لا بياخدوا تلت هذا المبلغ في الجامعات. البرامج الجديده المقدمه يعني حاجة لم تحدث. العصر الذهبي للتعليم في مصر. طب يعني ايه رأي حضرتك في الأستاذ الجامعي اللي هو بيجي للطلبة، روح يا ابني اشتري المذكرة بتاعتي دي، يبيع المذكرة دي اللي هيجي منها الامتحان، وبيجي منها الامتحان ويعني ان شاء الله كلكم هتجيبوا تقديرات كويسة. ايه رأي على فكرة ده واقع موجود، انا لا ابالغ ولا ازيف، ما انا اتكلم عن ذاتي موجود في الجامعات المصرية. يعني حضرتك هتعلم لي طالب كويس لغاية ثانوية عامة، هيروح الجامعة هقابل الأستاذ بتاعي يقول لي خد نفس العادات المذكرة دي ذاكر منها، دي اللي حاجه منها الامتحان. طب أنا هروح أبحث ليه؟ طب أنا هروح أجيب كتب وأقرأ ليه؟ طب أنا هدخل على المواقع واطلع وأشوف الإنترنت. طب أنا هتخرج مش هشتغل في العصبة. ولذلك البطالة بين طلاب الجامعة أكتر لأنهم يعدوا للإيه؟ لسوق العمل. الآن أصبح الكتاب الجامعي والمذكرة الجامعية لا وجود لها، أصبحت تقلصت الآن. يمكن في فترة الكورونا دي الطلبة ما اشتروش كتب، ما فيش، لأن ما دخلوش الكلية. أصبح التعليم عن طريق التطبيقات النقال وعن طريق منصات التفاعل وعن طريق التشاتي معاهم مع الأساتذة، فأصبح العملية ما فيهاش كتب وما انتهى هذا العصر. هل الأستاذ الجامعي المصري هو أستاذ ديمقراطي بطبعه ويقبل النقاش والأخذ والرد مع الطالب، ولا هو ابن مجتمعه بيحب التعامل الفوقي وان انت ما وصلتش للدرجة بتاعتي عشان تناقشني؟ لا هو مفيش حاجة اسمها درجة بتاعتي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. انا بعتبر انا بلغ حضرتك صور من الواقع، ما انا عايشها. لا انا ما بحبش يكون الحوار تقليدي. لا خير في لا خير في الجامعة اذا لم يكن الطالب افضل من الاستاذ. لا خير في الجامعة إذا أنا ما عدتش طلابي يكونوا أفضل مني. وإن أنت لو نقشتني على فكرة هنزلك في المادة دي، هتعيد المادة دي السنة. لا هو مش بالأسلوب ده يعني. لا بيحجز كتير. هو خلينا نقول خلينا واقع خلينا نقول بوضوح يعني جدا ليست الصورة مثالية. خلينا نبدأ من طالب كلية الطب أما ياخد كتاب صغير كده يحفظه ويمتحن فيه في كل مادة من المواد، وان يخش المشرحه او ما يخشهاش دي عمليه يعني الله اعلم بها. يعني هو القضيه زي ما سيادتك قلت ان احنا بنقضي على التعليم القديم، بنقضي على المنظومه القديمه. الدكتور طارق شوقي ليه عباره جميله جدا، قال انسف هذه المنظومه، بننسفها، بنبني منظومه من كي جي 1 لغايه التعليم نهايه التعليم الجامعي. سيادتك لو نظرت للإمكانات اللي موجودة في المدارس اليابانية والمدارس الدولية والمدارس التطبيق التكنولوجية، لو شفنا الجامعات المتعددة في مصر ده المكتبات أصبحت مكتبات إلكترونية. يعني وباء كورونا ده كان خير بالنسبة لينا لأن حولنا من الثقافة الورقية للثقافة الكمبيوترية، حولنا من التعلم وجها لوجه إلى التعليم عن بعد، واصبح في تشاتي وفي نقد المعلومات وفي ابداء الراي وفي التفسير والتعليل وفي قدرات عقليه عليا. فاحنا دلوقتي لاني انا عشت 50 سنه في التعليم في عصر عبد الناصر حتى عصر السيسي، وجدت ان في طفره
في التعليم في هذا العصر. العلم أن عصر عبد الناصر أنتج أحمد زويل باعترافه. لا لا لا. خريج أحمد زويل الإسكندرية. البيئة التعليمية خارج مصر. جامعة الإسكندرية دفعة يونيو 67 ومنعته. هنا جو قاتم. أنا بقول لك التعليم كنا بنحفظ ونستصر في العصور السابقة. ده مش مجاملة للرئيس السيسي. العصر الآن وعصر السيسي السنتين الأخيرتين. مش مع أول ما تعين، لا، السنتين الأخيرتين. أول ما تعين كان وزراء بأي طريقة يتعينوا، ما عندهمش رؤية ولا رأي، ما فيش فكر جديد، لكن ابتدى الرئيس يجيب وزراء على مستوى القدرة اللي هو عاوز يصل إلى مستوى العالمية في التعليم المصري، فحط المناهج والبرامج داخل الكليات والجامعات الجديدة والتدريب، كل ده نوع من النقلة. الثانوية العامة زي ما سألتك قبل الهوا كنا بنتكلم، كان بيعرف الأسئلة ويجاوب عليها، وكان في تسريب للامتحانات وقت كتير للضمير الأمة المصرية، لكن دلوقتي ما أصبحش. القوات المسلحة أصبحت بتنقل الامتحانات عن طريق التابلت. حفظ الله جيش الشعب، هو المؤسسة الوحيدة اللي احنا بنستند عليه. استاذن حضرتك معنا على الهاتف دكتور عبد الوهاب غندور، رئيس صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء سابقا. مرحبا بك يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم. اهلا دكتور عبد الوهاب. مشروع تطوير التعليم الكبير والذي يهتم به السيد رئيس الجمهورية شخصيا، في تفاصيله في رأيك ما له وما عليه؟ احنا عندنا مجموعة كبيرة من النماذج اللي قدام الدولة تحدي كبير انها تعممها. النماذج دي نماذج ناجحة جدا، سواء في قطاع التعليم العام او التعليم الفني او التعليم العالي حتى. فلو بصينا لمجهودات الدولة في تعميم النماذج الناجحة، هنلاقي مثلا في التعليم الفني ما يسمى بمدارس التكنولوجيا التطبيقية. مدارس التكنولوجيا التطبيقية دي خارجة من نماذج المجمعات التكنولوجية اللي كان بيتبناها صندوق التطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، وابتدت تنتشر بنجاح شديد. هنا عايز ادي الكريدت او الفضل في مش بس في انشاء النموذج، ولكن الفضل يكون في التعميم ايضا، وده قامت فيه الوزارة بنجاح شديد، لان التعميم تحدي اكبر من تحدي انشاء النموذج. يعني لو عملنا نموذج صغير ونجح، تعميم النموذج وتكلفته وانشاء البنية التحتية على نطاق واسع ده تحدي شديد جدا. اعتقد ان الوزارة بتطلع بيه دلوقتي بنجاح شديد في مجال التعليم الفني تحت مسمى مدارس التكنولوجيا التطبيقية. وهدي لحضرتك مثل بسيط عن التحديات، اهمها هي الثقافة المجتمعية. الثقافة المجتمعية اللي هتخلي تغييرها يؤدي الى ان الطالب يروح فعلا المدرسة بتاعت التعليم الفني، والمعلم والمدرب يروح فعلا هذه المدرسة، ما ياخدوش شهادات على ورق. طيب يعني انا احيي حضرتك على الثقافة المجتمعية اللي حضرتك اشرت ليها، وده موضوع مهم جدا. الثقافة المجتمعية يعني عندنا في الغالب الاعم لا تحبذ التعليم الفني، لان في نظرة دونية من المجتمع المصري للتعليم الفني. الموضوع ده محتاج بجانب تغيير الثقافة، ودي هتاخد وقت طويل شوية، ربما جيل كامل، يعني محتاجين نراضي الناس دي. انت عارف احنا مجتمع بيحب الألقاب، البيت والباشا ومعالي الوزير، ويعني انا يمكن يعني وضع تركيبة معينة لإرضاء الناس نفسيا ومجتمعيا. بص حضرتك، التركيبة موجودة ومطلوبة في فنيا ايضا، ان التعليم الفني يكون مسار موازي للتعليم العالي ومفتوح الى درجة البكالوريوس، وده بنشوفه في قانون انشاء الجامعات التكنولوجية، بحيث انه ما يتحولش زي ما هو الباب خلفي لدخول الجامعة. الكلام ده ما بيتعملش عشان نرضي الناس، الكلام ده بيتعمل عشان مطلوب درجة البكالوريوس في التعليم الفني، لان هو ده التطبيقي والتنفيذي، لازم يكون عند اعلى درجة، والهرم يبتدي من العامل الماهر وينتهي بحامل درجة البكالوريوس. فاحنا عشان نغير النظرة المجتمعية لازم نحط اسباب تغيير النظرة المجتمعية. دي ما بتتغيرش بالاقناع، دي بتتغير بالتجربة، واعتقد ان التجربة الحالية من شأنها انها تغير هذه النظرة المجتمعية.
طيب برأي حضرتك يعني التعليم الأجنبي هل أفاد مصر حقيقة أم أضرها في جوانب اجتماعية كثيرة جدا؟ إن احنا أحيانا بنلاقي ناس عندها انفصام عن المجتمع اللي هي بتعيش فيه، ويعني خيالها وعقلها وتفكيرها يشعرها أحيانا بالاستعلاء على هذا المجتمع. دي مش غلطة التعليم الأجنبي، دي غلطة اللي خد من التعليم الأجنبي وما طوعوش إنه يلائم الثقافة المصرية. يعني احنا عندنا نموذج مثلا زي مدارس النيل المصرية اللي أعتقد إنها ممكن تتعمم في أقرب وقت، دي مناهج دولية ومستوفية أو مناهج مصرية مستوفية للمعايير الدولية، فهتلاقي فيها مكون قوي جدا من اللغة العربية، مكون قوي جدا من اكتساب الهوية المصرية وهكذا. فاحنا لما نيجي نشوف التعليم الاجنبي ما يجبش ان احنا ننقل التعليم الاجنبي، لانه في حاجات كتير جدا تنقصنا لازم ناخدها منه، ما يجبش ان احنا ننقله نقل حرفي. احنا بننقله عملنا كده في الجامعات الاجنبية يا دكتور، يعني ربما في التعليم المدرسي ربما في توخي لبعض الحذر، ولكن يعني برضو قد نختلف في القصة دي. إنما في التعليم الجامعي إحنا بقى عندنا الجامعة الألمانية والجامعة الروسية والجامعة البريطانية والجامعة نقصي بقى عندنا الجامعة الهندية، يعني يعني تركيبة غريبة. أنا أقول لحضرتك حاجة، النماذج إنها تكون موجودة ده مش عيب، لكن الهوية نفسها لازم تكون موجودة في مرحلة التعليم الأساسي، بعد كده ما يخش أي جامعة هو تشكل الطالب خلاص. ولكن ده مش معناه إن إحنا نقول إن تطوير التعليم العالي هيتم عن طريق النماذج دي، لا، تطوير التعليم العالي هيتم عن طريق ان احنا ناخد احسن ما في هذه النماذج المنتشرة ونبتدي نطور بيه الجامعات الحكومية. لا توجد دولة التعليم العالي فيها بيتطور باهمال جامعات حكومية، يجب تطوير الجامعات الحكومية. للأسف النماذج رأيها نظرة دونية، لا غلط في الشديد. انا رأيي الشديد، رأيي الشخصي وقد اقول مخطئا لكنه رأيي، انه حجر الزاوية في تطوير التعليم العالي تطوير الجامعات الحكومية، ومش عيب انه يتم بتطويره عن طريق النماذج اللي موجودة اللي بتنشأ، ناخد المكونات الناجحة فيها ونبتدي نطور بها الجامعات الحكومية. ورأيي الشخصي ان تطوير الجامعات الحكومية سيظل حجر الزاوية في تطوير التعليم المصري العالي. طيب دكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس عايز يعلق، فعملا بديمقراطية الحوار لازم يقول طبعا عايز. زي ما قيل إن الجامعات الأعداد الكبيرة والإمكانات الفقيرة اللي هي الجامعات الحكومية أعداد كبيرة وإمكانات فقيرة، لكن حدث نوع من التطوير يعني يعتبر يعني بداية زي البرامج الخاصة في الجامعات الحكومية، في كل الجامعات الحكومية في برامج خاصة، والبرامج دي بنفكر عالميا ونطبق محليا ونجعل هذه البرامج تتفق مع مسير التطوير أو التنمية الشاملة 2030. ده يعني نوع من التطوير. نوع من التطوير برضه لما بنعمل الجامعات الأهلية اللي بنقدم فيها برامج جديدة، أصل مش بالضرورة إن أنا يعني عندي ما يخرج من 2 مليون أو أكثر من المتعلمين أوفر لهم في لحظة واحدة برامج جديدة وتكنولوجيا جديدة وتعليم جديد، لكن إحنا بنحاول نغير. يعني اما بقدم تعليم اجنبي وتعليم دولي وتعليم اهلي وتعليم تكنولوجي وتعليم حكومي، ده هذا التنوع مطلوب في سوق العمل. فهو سوق العمل هي البوصلة اللي احنا بنهتدي بيها، واحنا يعني ادينا فرصة لمن يستطيع ان يعتمد على نفسه في تربية ابنائه، وان هو يبقى في معيار جانب. احنا كان معيار العلم لوحده هو طبعا الاصح في عمليه التعليم، بس في النساء فكر متخلف قائم على ان التعليم هنا القاع حفظ الاستظهار والاسترجاع، يبقى انا ما اخدش متفوقين. يا دكتور عايز اقول لسيادتك حاجه برضو، يعني اذن لي، في ايام الاستعمار الانجليزي استطعنا ان نخلق توليفة من التعليم المصري القوي، وكانت جامعة القاهرة من أقوى الجامعات على مستوى العالم، واستطعنا أن احنا نخرج
نخبة للمجتمع المصري عندها اتساق مع المجتمع كانت طبيعة الدولة وقتها تختلف. ليس من حقنا أن نقارن وضعا حاليا له ظروفه طبعا ووضع آخر قبل الثورة. هذا يخالف المنهج العلمي في البحث. طب نخلي الدكتور عبد الوهاب يرد عشان طولنا عليه. أقول لحضرتك حاجة، أنا كنت أحد الناس اللي أدارت البرامج الجديدة أو برامج الساعات المعتمدة في هندسة عين شمس، وده يمكن أول كان برنامج من برامج الساعات المعتمدة في الجامعات المصرية هو بتاع هندسة القاهرة. وأنا بقول لحضرتك إن دي توجه جيد ماشي، ولكن لازم نفرق بين إن إحنا يجب أن نستمر في تطوير التعليم في الجامعات الحكومية، وإن إحنا نقول إحنا ما بنطورهاش، ما حدش قال إحنا ما بنطورهاش، ولكن اتجاه التطوير يجب أن يكتمل. فكون إن إحنا أنشأنا برامج الساعات المعتمدة في الجامعات الحكومية ده كويس، ولكن يجب إن إحنا ناخد هذه المناهج والخطط الدراسية نبتدي نطور بيها التعليم في النظام الآخر في نفس الكلية. زائد أن هذه البرامج بتوفر مصدر جيد للدخل طبعا لتطوير البنية التحتية في الكليات اللي هي منشأة فيها والجامعات اللي هي منشأة فيها، ولكن يجب ألا ننسى الهدف الأساسي من إنشائها. والهدف الأساسي من إنشائها حاجتين، إن إحنا نطور، إحنا النظام الفصلي ده عفى عليه الزمن، فبيبتدي دلوقتي لو شفنا هنلاقي في بعض البرامج الفصلية اللي ابتدت تنقل على نظام الساعات المعتمدة، الأساليب التدريس لازم تتطور. ولازم ما ننساش إن برامج الساعات المعتمدة اللي انشأت في الجامعات الحكومية دي مش عايزها مع الزمن تتحول إلى مصدر دخل وخلاص، لأن كده نبقى فقدنا الهدف الأساسي من إنشائها. زائد إن برامج الساعات المعتمدة دي اتعملت عشان توفر في سوق العمل تخصصات بينية مطلوبة مش موجودة في الأقسام العلمية الرئيسية. فالأهداف دي كلها يجب إن احنا ننهيها إلى نهايتها، ما يجيش الطالب اللي عنده تخصص بيني ده يجي بعد ما ياخد درجة البكالوريوس ما يلاقيش اكتمال للمتفوق في إنه يكمله في مراحل الماجستير والدكتوراه، أبقى بقضي على التخصص البيني في مهده. فاحنا ابتدينا بداية جيدة، ولكن يجب ان احنا نكمل هذه المسيرة بحيث ان نقدر استخدمها في تطوير الجامعات الحكومية. حدش قال ان برامج الساعات المعتمدة ما كانتش بداية جيدة لتطوير الجامعات الحكومية، ولكن يجب ان احنا نركز جدا انها ما تنحرفش عن مسارها وانها تؤدي الهدف الاساسي من انشائها. نعم اسفين طولنا على حضرتك استاذ دكتور عبد الوهاب غندور رئيس صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء سابقا، شكرا جزيلا لحضرتك. برجع لحضرتك ضيفي الكريم والعزيز، يعني حضرتك بالتأكيد أشرفت على العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير. حوالي 700 رسالة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبل ما لألف وألف وشوية إن شاء الله. وفي الدول العربية يعني إحنا، أنا عايز بس أطمن لسيادتك، السياحة التعليمية دي مصدر لحاجتين، الانتماء إلى مصر باعتبار مصر مصدر التعليم والقوة المحركة للعالم العربي وما زالت موجودة حتى الآن، زي مصدر ثروة. نعم. لمصر. فما تدخل اي دولة من الدول الخليجية او الدول شمال افريقيا بتجد ان احنا اللي بنشرف على رسائل وبنوجه المؤتمرات والندوات، وان احنا لينا وزن كبير جدا حتى الان. نعم. وهم يعترفون بذلك. وانا بشرف ان انا يعني ليا وزراء في دول كثيرة زي في سلطنة عمان واليمن. الله علما وتوفيقا يا دكتور، اتخرجوا معانا على ايدينا احنا عملناهم. ولكن ايه رأي حضرتك في متخرج من الماجستير او الدكتوراه لا يجيد الاملاء، يخطئ في اللغة العربية، قد لا يستطيع ان يصوغ بعض الجمل بطريقة سليمة، كيف نصلح هذا الامر؟ دلوقتي فعلا بدأ الاصلاح من مدة في حاجة اسمها الكفاءة اللغوية بيدرسها طالب الماجستير وينجح فيها،
قبل ما بيعمل الماجستير زي التويفل اللي بينجح فيه في اللغة الإنجليزية. فأصبحت دلوقتي المصفوفة في الدراسات العليا والبحوث المجلس الأعلى للجامعات بيفكر عالميا ويطبق محليا ويجعل كل ما هو عالمي لخدمة كل ما هو مصري. فدخلوا أساليب كتيرة ودخلوا مواد كثيرة جدا في الماجستير وفي الدكتوراه أسوة بما هو موجود في الخارج. يعني نحن نعلم ما تعلمنا الآن في مصاف الدول المتقدمة. لو سيادتك شفت الماجستير والدكتوراه، شفت رسائل البحوث العلمية المنشورة في سكوبس المجلات الدولية Q1 و Q2 و Q3، احنا بحوثنا افضل منها 1000 مرة صدقني وبدون مجاملة. انا مقرر اللجنة العلمية لتركية الاساتذة اساتذة المناهج والتدريس في مصر كلها، انا مقرر اللجنة من المجلس الاعلى للجامعات، وفي لجنة بتفحص الانتاج العلمي ونوديه للاساتذة يفحصوه ونقرر والامتحان شفوي وفي انشطة بيعملوها الكلية بتعملها. يعني ما بيمتحن الانشطة وبيمتحن شفوي قدامنا وبيمتحن دي البحوث اللي بيعملها وينشرها دوليا. طب ايه اسمه يا دكتور؟ اقول لسيادتك مثلا لحظة، كل شيء إذا ما تم نقصان. لا أقول لسيادتك لحظة واحدة. وده ابني بيناقش دكتوراه في هندسة عين شمس، ناشر 4 بحوث سكوبس، طالب بدكتوراه في هندسة عين شمس ناشر 4 بحوث سكوبس إن شاء الله Q1 وQ2 وQ3 Q1 واحد وQ2 وQ3 طالب دكتوراه. فاطمئن، لأن الجامعات المصرية الآن بتفكيرها هو تفكير دولي وليس تفكير محلي. تم الارتقاء المجلس الاعلى للجامعات لما بيجتمع كل شهر بيحاول يطور ويحسن. الدكتور خالد عبد الغفار بيعتبر طاقه ربنا بعتها لنا للتطوير والتحديث. يعني هل تعتقد سيادتك ان 4 جامعات اهليه تتفتح و10 جامعات اهليه في طريقها للانفتاح و3 جامعات تكنولوجيه غير الجامعات الدوليه وغير البرامج، مئات من البرامج الدولية اللي موجودة في هذه الجامعات عشان ابنك وابني يبقى بيتعلم كأنه في ألمانيا أو كأنه في كندا أو كأنه في لندن أو كأنه في أمريكا وهو قاعد في مصر؟ ماذا عن هيئة قياس الجودة بالتعليم الفني والجامعي عموما؟ هل هذه اللجنة لها من الكفاءة والقدرة والوسائل اللي ممكن تخليها مفعلة بالفعل؟ سيادتك كما تشوف ان السيد الرئيس عين نائب وزير للتعليم الفني. هذا في رصد مكن والات وفي وضع، اولا في الجوده بتحسب للتعليم الفني بتقاس في المانيا، في المانيا بعض المدارس بتقلم في المانيا المقررات الدراسيه والمنتج التعليمي والعمليات التعليميه والمدخلات التعليميه في إيطاليا في فرنسا. يعني أصبحنا الآن لأن الناس جايز ما بتعلنش عن هذه الجهود المبذولة فالناس مش عارفاها، لكن إحنا عندنا دلوقتي في علاقة التعليم الفني بألمانيا وبفرنسا وبإيطاليا وبالدول المتقدمة في مستوى عالي ورقراقي بالنسبة للقياس وبالنسبة للجودة، حساب الجودة. في الهيئة القومية للجودة والاعتماد منفصلة عن وزير التربية والتعليم وعن وزير التعليم العالي وبتقيس هذه الجودة وموجودة في مصر وبدون مجاملة وفي معايير وبيحسنوا وبعد ما يحسنوا يعيدوا يرجعوا لهم تاني يشوفوا مدى التحسين اللي حدث. في نشاط، في عطاء، في زخم موجود، لكن احنا مشكلتنا ان الاعلام المصري لا يعلن عن كل هذه الجهود. فابتدى الناس فكرهم عن التعليم هو الفكر التقليدي، الفكر النمطي وليس الفكر الجديد. انا لما بكلم سيادتك بعد 75 سنه ربنا يديك الصحه وطول العمر الحمد لله، وبجد ان مصر عشت عصر السيسي وشفت تعليم أجنبي، تعليم دولي، تعليم تكنولوجي، تعليم أهلي، تعليم حكومي، حتى 27 جامعة الحكومية تم تطويرها بالبرامج الجديدة وتم إفادة بعض البعثات وبعض الطلبة بياخدوا الماجستير والدكتوراه من الخارج. كل ده زخم. الأنشطة اللي بيعملوها المراكز داخل الجامعات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة لا حصر لها. نعم. وتبقى عائد مادي للجامعة وفي نفس الوقت خدمة لأبناء الحي وأبناء المكان. يعني كلام مبشر جدا جدا من حضرتك ضيفي الكريم والعزيز. مصر تستحق كل خير
المصريون مصر شعب تستطيع. نعم مصر نعم تستطيع. نعم تستطيع. نعم مصر تستطيع كما تفضلت حضرتك. والمصريون شعب فيه جينات العبقرية والإبداع والتفوق، فلعل منظومة التعليم الجديدة أن تظهر أفضل ما لدى المصريين من جينات تاريخية. أنا بشكرك جزيل الشكر ضيف الكريم والعزيز الأستاذ الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، نورتنا، نتمنى لك التوفيق وبارك الله في عمرك وفي صحتك وفي علمك إن شاء الله. شكرا يا فندم، نلقاكم دائما على خير إن شاء الله في أمان الله.